بسايكل تايم والسكان تايم. الاول نبدا بالسايكل تايم. ده الشكل اللي انتوا شفتوه عندكم في البرنامج اول ما فتحتوه، اللي هو بنسميها البروجرام بلوك وجواها كذا نتورك. السايكل تايم هو الزمن اللي البي ال سي بيعوزه عشان يتحرك من اي نتورك لغايه ما يرجع لها تاني. يعني ايه؟ انا عندي جزء معين في البرنامج هنا، لو انا تخيلت ان انا همسك ستوب واتش للبي ال سي واحسب له الزمن عمال ما يتحرك من اي نتورك، مثلا النتورك دي، لغايه ما يخلص ويرجع لها تاني، ده كده بنسميه سايكل تايم. يعني المسافه من هنا لغايه هنا دي اسمها سايكل تايم. ولو جينا نحسبها من النتورك دي النتورك دي هتطلع ايه؟ هي نفس المسافه وهكذا. يعني السايكل تايم دي حاجه ثابته جوه نفس البرنامج، بس مش شرط تكون هي عندي عند حضرتك. ان انا ممكن اعمل برنامج 5 نتورك وحضرتك 20 نتورك، بس جوه نفس النتورك السايكل تايم دي حاجه ثابته. والسايكل تايم حاجه مهمه جدا وهنتناقش فيها هنعرف ليه. عامه السايكل تايم بيكون حوالي 0.3 ملي سكند. يعني السايكل بتتم في حوالي 0.3 ملي سكند، اللي هو عشان كده التوتال بيكون حوالي 3000 مره في الثانيه البرنامج. تمام؟ يعني يقدر يعمل سايكل كامله، يقرا البرنامج كله ويمسحه كله، يعني يقرا الانبوت ويشوف البرنامج بيقول ايه ويعدل في الاوتبوت في خلال 0.3 ملي سكند ماكسيمم 1 ملي سكند. تمام. هو مش المفروض البرنامج بيتغير؟ يعني المفروض الرقم ده ايه؟ مش ثابت، صح؟ ما قلت لك تقريبا 0.3 ملي سكند. اوكي؟ عشان كده هو الرينج بتاعه من 0.3 ملي سكند لغايه ماكسيمم 1 ملي سكند. السايكل تايم فقط شغلانته انه يتنقل من مكان لمكان، لكن هو ولا بيقرا ولا بيشوف. يعني ايه؟ بالظبط كده كان في واحد قاعد على العجله، هو اللي شايف المحلات مفتوحه ولا مقفوله، بس العجله شغلتها بس انها تعمل ايه؟ تمشي بس. فده السايكل تايم كانها العجله. طب مين اللي بيقرا او مين اللي بيشوف؟ اللي قاعد على العجله، اللي هو يعتبر مخ البي ال سي، اللي هو بنسميه الاسكان. اوكي؟ عشان كده الاسكان مهم جدا جوه البي ال سي. الاسكان تايم. السكان تايم جوه البي ال سي عنده ثلاث حاجات لازم نعملها. لازم يروح يبص على الانبوت اللي هي بنسميها البي اي اي، اللي هي البروسيس ايمج اوف انبوت، يصور صوره للمفاتيح، ويروح يفهم البرنامج اللي هي بنسميها اكزكيوتنج بروجرام. بروسيس ايمج اوف انبوت يعني صوره للمفاتيح، كانه صور بالظبط، مسجل عنده وضع المفاتيح. ثالث حاجه لازم يروح يعمل ابديت للاوتبوت اللي هو بنسميها البي اي كيو، بروسيس ايمج اوف اوتبوت. بي اي كيو. يبقى السايكل ما عملش حاجه غير ان هو بس اتحرك. السكان هو اللي بيفهم، يعني ايه؟ راح بص على الانبوت، فلان مفتوح وفلان مقفول. جينا على البرنامج قال له بما ان انا فاهم انت بتقول ايه، ايه رايك ده فلان مقفول نشغل؟ نشغل. يروح عامل موديفيكيشن للاوت، يعمل ابديت للاوت. ابديت دي مش معناها دايما بيغير، ممكن يكون الابديت بيقول له خد بالك الاوت زي ما هو كان شغال ولسه شغال، اوكي، او كان شغال وهنطفيه وهكذا. تمام؟ بالظبط. يبقى في البي اي اي بيسجل حاله المفاتيح، راح على البرنامج عامل اكزكيوشن للبرنامج، فاهم البرنامج بيقول ايه؟ على اساس ان هو فاهم، وراح عمل ابديت للاوت وسجل في البي اي كيو اللي هو البروسيس ايمج اوف اوت. تمام؟ يبقى شغلانه السايكل بيتحرك بس، شغلانه السكان بيفهم. السكان سرعته هي سرعه ايه؟ السايكل. ما انا لو قاعد على العجله ماشي بسرعه 50 كيلو متر في الساعه، انا برضو بتحرك بسرعه 50 كيلو متر في الساعه بالنسبه للارض. اوكي؟ بس الفرق ان ده ليه شغلانه وده ليه شغلانه، ده شغلانته يتحرك بس، ده شغلانته يقرا يفهم. عشان كده هينفذ ويشغل الاوتبوت او يطفيه او يسيبه زي ما هو. عشان كده السكان دايما مرتبط بمين؟ بالسايكل اساسا. اوكي؟ عامة الاسكان بتاع البرنامج ممكن يوصل لغاية الرينج بتاعه، ممكن يوصل لغاية 3000 تايم بير سكند. يعني يقدر يقرا البرنامج لغاية 3000 مرة في الثانية الواحدة. اوكي؟ يقدر يقرا البرنامج لغاية 3000 مرة في الثانية الواحدة. 0.3 مش 3 ملي سكند. 0.3 ملي سكند. ده الرينج بتاعه، دي مش سرعه ثابته، ان ممكن يكون يعني بتوين الرينج ده. اوكي؟ عشان كده هتلاقي في علاقه بين الاسكان والسايكل. دايما الاسكان بيساوي السايكل في حجم البروجرام. دايما الاسكان بيساوي السايكل في حجم البروجرام.
عشان كده يقول لك السي بي يو دي مثلا كفاءه ان هي تقرا البرنامج بحجم كذا في وقت قد ايه. يقول لك السي بي يو كفاءه انها تقرا برنامج بحجم قد كده في وقت قد كده. عشان كده السايكل بيتقاس بالزمن اللي هو بالسكند مثلا، والبروجرام بيتقاس بالكيلو، كيلو بايت او كيلو بيت، هي الريفرنس بتاعها مش عادي، مش هتفرق في ده وفي ده. اوكي، في لما يجي عند السي بي يو بيقراها بالكيلو بيت. اوكي، لما يجي يكلمك على حجم البرنامج بيقول لك بالكيلو بايت، في الاخر ريفرنس واحد يعني. عشان كده بتلاقيه قايل لك دايما السايكل بتاع السي بي يو دي عباره عن كذا كيلو بيت بير سكند، اللي هو يعتبر ده مضروب في ده. فاهم؟ كذا كيلو بيت بير سكند. طيب دي بترجع بقى من السي بي يو للثانيه. اكيد طبعا 300 اعلى بكتير من 200، 400 اعلى بكتير جدا من 300 وال 200 وهكذا. تاني بسرعه كده، السايكل هو ما بيعملش حاجه غير ان هو يتحرك من نتورك لنتورك معينه. السكان هو بيتحرك مع السايكل بس شغلانته ان هو يلاحظ يشوف الانبوت حالتها ايه، فاهم البرنامج بيقول ايه، على اساس اللي فهمه وعلى اساس الكونديشن اللي عنده يروح يعدل في الاوتبوت. ودايما اي تغيير في الانبوت بيسجله في البي اي اي، واي تغيير في الاوتبوت بيسجله جوه البي اي كيو. هي كلمه بير معناها فيل، يعني كيلو بيت يعني فيل ثانيه، فيل ثانيه لكل ثانيه بس. تمام؟ اوكي، انا شرحت الكلام دوت عشان نشرح موضوع جديد، لان لازم نكون فاهمين ده كويس عشان نفهم الحاجه اللي جايه بعد كده اللي هي البوزيتيف ايدج والنيجاتيف ايدج. اوكي، كلمه السايكل تايم مهمه، لان واحنا شغالين هنعرف ان احنا اتفقنا ان السايكل بتبدا من نتورك وبتنتهي عند نفس النتورك، صح؟ يعني واحنا شغالين لو قلت لك ان في مفتاح الدوريشن بتاعه العمر بتاعه بيساوي 1 سايكل، مع ان هو لو بدا في النتورك دي هينتهي فين؟ في نفس النتورك بس الدوره اللي بعديها. اوكي، لما يقول لك الاوتبوت دوت تشتغل جاست 1 سايكل، معناه ان هو اشتغل مثلا في تورك 5 وانتهى عند تورك 5 بس في السايكل اللي بعديها. عشان كده لما اقول لك الحاجه دي اشتغلت 1 سايكل ما تقوليش انا ما شفتهاش، ما هو طبيعي ان انت ايه؟ مش هتشوفها لان هي اشتغلت 1 سايكل، بتتكلم في 0.3 ملي سكند. اذا كان اللمبه اللي بتطور بس وتطفي 50 مره في الثانيه ما بنشوفهاش. ده بياخد اكشن ممكن يوصل 3000 مره في الثانيه، هنشوفه؟ لا. البود ريت ده الكابلات، انا اتكلم عنه في الكوميونيكيشن. لو الترانزميشن ريت او البود ريت. طيب، ما دام اتكلمنا عن السايكل تايم والسكان تايم، لازم نعرف مفتاحين مهمين جدا في البي ال سي. انا عايز اقول لك احنا لغايه اخر يوم في الكورس مش هنعرف يعني نستخدم كل الامكانيات، لان هم ليهم امكانيات رهيبه جدا، مع ان اللي هقوله دلوقتي يمكن بيدل على ان هم ما لهمش لازمه. حاجه اسمها البوزيتيف ايدج، وحاجه اسمها النيجاتيف ايدج. رمز البوزيتيف ايدج جوه البي ال سي ده الرمز بتاعه. هي كونتاكت جواه حرف البي، مش انا اللي بكتبه، هو مكتوب جاهز. هي دي الفورمه بتاعته. الرمز بتاع النيجاتيف ايدج كونتاكت جواه حرف ال ان. برضه هو مش كونتاكت عادي، هو كونتاكت جاهز اوريدي كده. هي البوزيتيف ايدج ده الشكل بتاعه والنيجاتيف ايدج ده الشكل بتاعه. البوزيتيف ايدج في البي ال سي او النيجاتيف ايدج جوه البي ال سي لازم يكون قبليهم في كونتاكت، لان هما التشغيل بتاعهم معتمد على حاجه تكون موجوده قبليهم، فما ينفعش ابدا البرنامج ببوزيتيف ايدج، هو نفسه هيديني عليه ايرور، هيقول لي غلط. شارد. اوكي، يعني مثلا شكل البرنامج ممكن يكون بالشكل ده. اي 0.1 مثلا بوزيتيف ايدج يشغل كيو 0.1. هنقول ده تازه. اوكي، تعال نخلص الاول البوزيتيف ايدج وبعد كده نتكلم عن النيجاتيف ايدج. شغلانه البوزيتيف ايدج لما اللي قبليها، اللي قبليها بقى تطلع مفتاح كونتاكت 20 مفتاح، لما اللي قبليها المحصله بتاع كل اللي قبليها
يدي اشاره هي كمان تعمل ايه؟ تدي اشاره. يعني انا لما ادوس لو دي لمبه الاقي جرالها ايه؟ اشتغلت. بس بشرط هي الدوريشن بتاعتها عمرها بيساوي 1 سايكل. يعني البوزيتيف ايدج بتساوي only for one cycle time. تشتغل لمدة cycle time بس اللي هو بيكون حوالي 0.3 ملي سكند. انسى بقى هو بيساوي قد ايه، بس خليك فاكر ان الدوريشن بتاعه اللي هو ال1 سايكل. يعني لو اشتغل هنا هينتهي هنا بس الدوره اللي بعده. اوكي طيب، يعني بالظبط لو عايز ارسم دياجرام. اتفضل. تاني البوزيتيف ايدج لو جات له اشاره يعديها، يعني لو اللي قبليه قفل هو كمان يعمل ايه؟ يقفل يعديها. بعد 1 سايكل حضرتك دوس بقى لمده ساعه سنه 30 سنه، هو كده كده بعد 1 سايكل عمل ايه؟ قطع الاشاره، رجع فتح، رغم ان اللي قبليه لسه ايه؟ مقفول. هيوقف الحمل عملين. ايه الابلكيشن بتاعته؟ ده دي لسه هنحطها في تمرين، وهقنعك انك لو قعدت 40 سنه تعمل التمرين الفلاني بالكنترول مش هيتعمل. ما انا هقنعك بيه، ما هو التطبيق اللي هو الابلكيشن كمان شويه هقول لك عليه. اوكي خلص، بس سبحانك هقول لك الاستخدام بتاعها ايه. يعني لو عايز اعمل دياجرام مثلا للبوزيتيف ايدج، ادي الاي 0.1، انا دوست على الاي 0.1. فاكرين لما قلنا كده معناها اون كده معناها اوف؟ البوزيتيف ايدج اول ما ادوس هو يعمل ايه؟ هو كمان يوصل، بس بيفصل بعد قد ايه؟ يعني المسافه دي كده اقدر اقول عليها 1 سايكل. يعني هشوف اللمبه دي هتشوفوها؟ مش هتشوفها ولا حتى على الدي ال سي من بره. يا دوبك اللي نظره قوي او ما بيلبسش نظاره معلش نازل، لو ضلم عليها وطفينا له نور المعمل وحطينا ستاير ممكن يشوفها بالعافيه. اوكي؟ انا عن نفسي اوقات ما بشوفهاش بصراحه. بس انا هصدقك لو حد فيكم قال لي شافها انا هصدقك. لا عشان كده الابلكيشن بتاع البوزيتيف ايدج مش اللي انا رسمه، انا بس دي حاجه بشرح عليها. لكن عمرها ما هتحصل ابدا ان انا اعمل برنامج واحط قبل البرنامج قبل الاوتبوت بوزيتيف ايدج، ملهاش معنى. مش يعني لو مروحه مش هتلحق تزن، مش هتجيب هواء. لو موتور مش هيلحق يلف، لو لمبه يعني هترعش محدش هيستفاد بيها. كيف؟ يعني عمري ما هاجي اعمل اشاره المرور واحط لمبه قبلها بوزيتيف ايدج، كله هيعمل حوادث، محدش شايف حاجه. ما قلت لحضرتك ال1 سايكل حوالي 0.3 ملي سكند، يعني اقل من 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 رعشه عينيه كده لما تغمض وتفتح تاني. يبقى الكيو 0.1 هو كمان هيعمل ايه؟ هيشتغل لمده سايكل. انا دوست فتره كبيره جدا ملوش دعوه، هو اول ما دوست عمل ايه؟ عدى اشاره، فاللمبه كمان عملت ايه؟ نورت. اوكي بعد 1 سايكل حتى لو انا ضغطت دايس هو عمل ايه؟ فصل. عشان ابعت اشاره جديده لازم اعمل ايه؟ اشيل وادوس تاني. كي يعني اخلي المفتاح يبعت اشاره جديده. يبقى حته بعد بالظبط. رجعت دوست تاني. يعني. بالظبط. لو رجعت دوست تاني. يعني لو في نقطه تعويض مش هتلحق تلقط. لا، لو في تعويض هيلقط، عيب عيب لما البي ال سي يسبق نفسه بنفسه. معناه ان هو ما بقاش يعني يبقى هيبقى. يعني بلسات قصدك يعني؟ يعني المفتاح اللي بيوصل هو اللي بيعصره. تمام. لو وصلت ال البوست ديجي ديت ممكن تعمل مفتاح اللي بيعمل كده وهيحسب نفسه. الله ينور عليك، ده بيكون استخدام للمفتاح، بس خلينا نعملها في ابلكيشن واقعيه بقى، حاجه واقعيه. الاول فهمت البوست ديجي شغاله ازاي؟ انا ما قلتش استخداماتها، قلت بس شغاله ازاي. تمام؟ اديتها اشاره عدتها، فضلت دايس هو ملوش دعوه، بعد 1 سايكل هو عمل ايه؟ فصل. عايز اشاره جديده شيل ودوس تاني، شيل ودوس تاني. هقول لك حاجه فهمتني خير وبركه، ما كانش هنطبقها كمان شويه. انا هاجي بعض التمارين تمارينها او بايظ خالص. ليه؟ لان انا دوست البرنامج لف ورجع لاني لسه دايس، لف ورجع لاني لسه دايس. وعشان نحل المشكله لازم اعمل ايه؟ ادوس واشيل بسرعه جدا قبل ما البي ال سي يرجع يشوف ايديا تاني. مش هعرف اعملها، مين اللي هينفعني ساعتها؟ بس. وعلى فكره يمكن الجمله دي تبدو بالنسبه لك حاجه ملهاش اي معنى، بس فعلا في برامج كتير جدا هتبقى بايظه بسبب الحركه دي.
بايظه لان البي ال سي رجع لا الاشاره لسه موجوده، لا الاشاره لسه موجوده. تخيل لو عندك كاونتر، يعني احنا هنعمل كاونتر عمول على ايدينا، هدوس يعد، فانا غصب عني عشان بطيء دوست لقيته عد 2000. ايه ده؟ هو الفكره ان انا دوست لف عد 1 2 3 4 بسرعه جدا لان مش لحقش ايدين. بس لو حطيت بوست ايدج معانا انا لو دوست 40 سنه الدوسه هي ايه؟ واحد عد صح؟ يا اما لو جت الكرتونه علقت قدام السنسور يبقى طلع بدل الكرتونه عندي 50، يبقى الراجل خرب بيته اخر الشهر. اوكي؟ في ملحوظه معلش، انا وانا شغال بحب اعمل كده اي 0.1 يشغل 0.1 بس دي مالهاش دعوه خالص يعني، اوكي عشان بس ما تلخبطش مش اكتر. وخاصه لما يكون برنامج كبير جدا، يعني هوريكم مثلا برامج احنا عاملينها برنامج كبير جدا فهتلاقي الدنيا داخله ببعضيها، فدايما بخلي كده اي 0.1 بيشغل 0.1 وما احب عاوز ليميت سويتش اسميه اي 1.1 ولو في ميرجز اخليه اي 2.1 عشان انا عارف ان ده تبع بعض، لكن مش اجباري عايز اغير المسميات غير عادي خالص. مثلا اي 0.2 يشغل 0.2 لو عايز ارسم الدياجرام دوت. النيجاتيف ايدج ادوس شغلش، انا البوزيتيف ايدج كنت ادوس يشغل، النيجاتيف ايدج لا انا ادوس هو خلف خلاف ما رضاش يشغل، انا اشيل هو يعمل ايه؟ يشغل. بس يشغل لمده قد ايه؟ دايما وان سايكل، اي واحد فيهم يشتغل يشتغل وان سايكل بس. تاني ادوس ما يرضاش، اشيل يرضى، بس لما يرضى يشغل يشغل قد ايه؟ جاست وان سايكل. يبقى الاي 0.2 المفتاح، النيجاتيف ايدج لو دوست على الاي 0.2 كتير قليل ملوش دعوه، اول ما انا شلت بالظبط اضغط ما يشغلش، مش يفصل ما يشغلش فاهم، عشان ايدي يروح مشغل. ده اللي هو الكيو 0.2. هنقول لسه ده ممكن يكون ايه؟ يبقى انا دوست على الاي 0.2 ما عملش اي حاجه، شلت ايدي من على الاي 0.2 راح شغل، بس شغل فقط لمده 1 سايكل. بما ان النيجاتيف ايدج عدى الاشاره لمده 1 سايكل مقارنه باللي انا شايفه قدامي يبقى برضه الاوتبوت هيشتغل قد ايه؟ لمده 1 سايكل صح؟ تمام. لو عايز اشغل تاني هعمل ايه؟ ها بالعكس ادوس وبعد كده اعمل ايه؟ ده كنت بشيل وبعد كده ادوس، ده ادوس وبعد كده هشيل صح؟ ها ابلكيشن لحاجه زي كده واقعيه ممكن تقول ايه؟ هقول حاجه برضو لو ما فهمتنيش هنوضحها بعدين. انا ممكن اقول له بعد ما باب الاسانسير يتقفل ادخل النور اللي جوه ملوش لازمه بس مثلا، عشان اقول له عايز اخد اكشن باب الاسانسير بيقفل النيجاتيف ايدج يبعت اشاره؟ لا، اول ما باب الاسانسير يقف يفصل يروح عامل ايه؟ بعت اشاره يروح فصل بيها النور مثلا لو قلت اي مثال وخلاص. اوكي دي انا عاوزها دايما ان هو بعد ما تتم حاجه يروح يعمل حاجه ثانيه. ها انا غلطتي شرحت هم شغالين ازاي وما شرحتش هم بعمل بيهم ايه. شوف ابلكيشن دلوقتي ما عشان كده قلت مثلا ممكن في حد جوه فعلا ده مثلا ما قلنا مثال البوزيتيف ان انا المشكله عندي في الاشاره ما ينفعش تكون مثلا اشاره طويله فلو عايز اخلي عمر الاشاره قصيره شويه هنشوف حل النقطه دي ان انا احط البوزيتيف ايدج اللي هو البوزيتيف ايدج ومع العدادات بالظبط مع الكاونترز. الكاونتر بيعد مليار عده منتج مثلا حاجات صغيره بتخرج كتير جدا ممكن في السنه يوصل لمليار. الكاونتر العادي في البي ال سي ما يعرفش يعد مليار فهنعمل واحد على ايدينا اللي هنعمله على ايدينا يبقى فيه مشكله. هتلاقي الدوسه بيعدها 100 ولا 200 ولا 500 فهنحط له ساعتها ايه؟ بوزيتيف ايدج. ها؟ اوكي. هقول لك تمرين. انا مش مطالب اقول لك او مش المفروض ان انا اقول لك فكر بالكنترول بس معلش استحملني. انا عايزك تفكر في التمرين ده بالكنترول لمده 10 دقائق. اوكي. من قبل ما تعمله انا هقول لك انك مش هتوصل له بس انا عايزك تفكر في الكنترول معلش هقول لك ليه. بالبي ال سي الموضوع سهل جدا 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 جدا. مش عشان خاطر انا ما كنتش شاطر وبقيت شاطر، لا هي الفكره كلها ان البي ال سي حاطط لك امكانيات ما كانتش موجوده في الكنترول. ففكر في التمرين ده.
طيب اشرحه بعد كده حضرتك فكر فيه براحتك. هدوس على الستارت اللي هو الاي 0.1 اللي هو نورمالي اوبن. في غلطه معلش لازم اقول لكم برضه ايه حالته ايه اوبن او كلوز بس لازم احددها يعني. هدوس على الستارت اللي هو الاي 0.1 اللي هو نورمالي اوبن. الموتور هتشتغل. الموتور دوت مش موتور اتجاهين. هو الفكره كلها ان هو موتور بس على كام يعني السنتر مش في النص. فهتلاقي الدراع ده بيشتغل ازاي؟ بيطلع وينزل. هو مش موتور اتجاهين هو اتجاه واحد. بس دي حركته كانه طالع نازل زي فكره الجزء بتاع العربيه الاولانيه في القطر فاهم؟ دوست على الستارت شغل الموتور طلع لفوق. هو شغلانته ان هو بيطبع فورمه على صاج. ده كده في فورمه من فوق هيطبع على الصاج. هو لما طلع على الصاج طلع على الفورمه وهو نازل يعمل ايه؟ يخبط في الليم السويتش فيعمل ايه؟ يقف يجي العامل يثبت الصاجه ويروح دايس تاني يطلع فوق يخبط يطبع الفورمه بتاعته وهو نازل يروح عامل ايه؟ يخبط في الليم السويتش يقف. اللي هي هشغل تاني ازاي؟ هو سبقني دي اول مشكله لازم نحلها. ككنترول كان الله يكون في عونك يجيب واحد يزق معاك يا تعمل كوبري على الليمت سويتش يا تعمل فكره الكام عشان يقعد بعدها بشويه يا تجيب تايمر يعد بحيث ان هو بعد ما يخبط بشويه يقف. لا احنا عايزين حل في البي ال سي. اول مشكله فعلا هتحصل انا هفترض ان دوت راكب على جير بوكس يعني ماشي بالراحه قوي فهيجي على الليمت سويتش عامل ايه؟ يقف فوقيه. يعني هيفضل ايه؟ فاتح صح؟ عايزين نحلها. الراجل يدوس يشتغل وعامل من شغلانته بقى ان هو جه يدوس لقاه بايظ هو مش مطالب يفهم الكلام ده. العامل ليه ان هو يدوس الموتور يتحرك تاني ده هو كتر خيره ان هو واقف في الشمس بيشوف الصاجه بيظبطها. اوكي؟ فيدوس على الاي 0.1 لازم يرجع يكمل تاني يخبط في الليمت سويتش يقف يدوس يكمل تاني يخبط في الليمت سويتش يقف. دي المشكله الاولانيه. لما حللنا المشكله طلع العمل ده مش كويس عمل مشكله تانية. ايه هي؟ قال لك بما ان كده كده الليمت سويتش ما بقاش عقبه قدامي راح جاب خشبه حشرها في الاي 0.1 ومشي. طب عمال يعمل ايه على طول؟ ما هو كل ما يفصل بيشتغل تاني صح؟ ومحدش بيبص على الصاجه اذا كانت مظبوطه ولا لا واخر الشهر هياخد مرتبه ويمشي. فصاحب المصنع عايز حل المشكلتين دول. لو واقف على الليمت سويتش يدوس يكمل تاني. لو العامل حشر خشبه في المفتاح ومشي البرنامج يشتغل كام مره؟ اللي هو مين؟ اللي هو بقى مين اللي خدناه من شويه بوست ايدج. مش البوست ايدج بيبعت كام اشاره؟ حتى لو داس 100 سنه صح؟ اجبار عشان يشتغل تاني لازم يعمل ايه؟ يشيل ويدوس تاني صح؟ في حد مش فاهم عايز ايه؟ او التمرين بيقول ايه؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني. ستارت على الاي 0.1 هو نورمال يقف فيروح مشغل الموتور هيطلع وهو نازل يخبط في الليمت سويتش يروح واقف. العامل يدوس تاني رغم انه واقف على الليمت سويتش والليمت سويتش مفتوح لازم برضه يعمل ايه تاني؟ يشتغل. انا خايف ان العامل يستغل فكره ان احنا حللنا له مشكله الليمت سويتش وان ما بقاش عقبه قدامه فيروح معلق المفتاح باي حاجه ويطلع بره يشرب سيجاره ولا يعمل اي حاجه فتلاقي البرنامج عمال ايه على طول؟ شغال 24 ساعه ومحدش باص اذا كان بيعمل الاستامبه صح ولا بيعملها غلط. اوكي؟ فعايزين نحل المشكلتين دول. اي دونت نو لازم تفكر في الحل. انا مش انا لا فكر في الحل على ورق. اوكي؟ بصوا انا يعني انا طالب منك حاجه بالكنترول مش هتوصل لها. لو مش مقتنع فكر بالكنترول 10 دقايق مش هتوصل لها ولا هعرف اوصل لها على فكره. اوكي؟ فكر بالكنترول لو عايز. ما كانش وفاهم قصدي ابدا على طول فكر فيها بالبي ال سي. اوكي؟ اللي هي عامه اي حاجه. معلومه بس قبل ما تفكر لو احتجت ليه اللي هو الميركر. الميركر عادي خالص زيه زي الاوت بس بدل ما بسميه كيو بسميه ايه؟ ام. يعني في كيو 00 كيو 01 يبقى في ام 00 ام 01 وهكذا. استخدام الميركر ايه؟ استخدام الميركر ايه؟ تيبيكال زي الاوت. تيبيكال الفرق الوحيد ان الاوت ليه مسمار بره بيخرج بره. الميركر استخدامه ايه؟ سوفت وير ما بيخرجش ورا. اوكي تاني لو احتجت ميركر ممكن يكون حلك محتاج ميركر. الميركر تيبيكال زي الاوت عادي ليه كويل زيه وليه كونتاك بنفس الاسم اوبن وكلوز وكل حاجه. الفرق الوحيد ما بين الميركر وما بين الاوتبوت ان الاوتبوت بيخرج بره البي ال سي. الميركر ما بيخرجش بره البي ال سي.